بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله احنا بنوضح الكورس اللي احنا انجزناه بفضل الله، وطبعا هيبقى متاح ليكم ان شاء الله بشكل مجاني، والروابط بتاعته هتبقى موجودة مع الفيديو. وهو كان عبارة عن المستوى الثاني من سلسلة دورات قائمة على لغة البايثون، وهي كانت متخصصة في لغة البايثون مع قواعد البيانات، يعني بايثون مع داتابيس. وان شاء الله زي ما قلت اللينك الدورة كاملا هيكون موجود معاكم في اسفل الفيديو. هنوضح ايه هي المحتويات بتاعت الكورس ده ان شاء الله، وفي اخر الفيديو كمان هعلن عن المستوى الثالث اللي هو برضه هيبقى مجاني وبرضه هيبقى مدفوع زي ما كنا متعودين، على حسب قدرة الايه الطالب يعني. والمستوى الثالث دوت هيبقى عبارة برضه هو نفس سلسلة البايثون زي ما احنا، لكن هيبقى ان شاء الله متخصص في بناء تطبيقات الويب وتطبيقات الموبايل، بس على البيج داتا ابلكيشنز، يعني تطبيقات البيج داتا، يعني ويب وموبايل فور بيج داتا ابلكيشنز، طبعا يوزنج كله البايثون. وده هيبقى هسميه ليفل A، لان هو المستوى الثالث، بس هو ليفل A في لان انا هعمل فكره البيج داتا ابلكيشنز على ثلاث مستويات ان شاء الله هنوضحها مع بعض، ثلاث مستويات. على العموم عشان ما اخش في التفصيل دلوقتي، خلينا نبدا الاول مع محتويات الكورس اللي هو هيبقى بين ايديكم ان شاء الله، اللي هو المجاني المستوى الثاني اللي خلص، اللي هو البايثون مع قواعد البيانات. الكورس كان متضمن 9 بروجكتس 9 مشروعات، تمام، على انواع ملفات مختلفه وعلى قواعد بيانات مختلفه. وده من خلال ان احنا كنا بنعمل البروجكت كان عباره عن ان احنا بنعمل عمليات كامله على الايه، على الملفات او على قواعد البيانات، يعني من اضافه لتعديل لحذف البحث والكلام ده كله. هنختصر الكلمه دي هنقول كراد، كراد اللي هي كرييت وريد وابديت وديليت. اتعاملنا خلال الكورس مع 4 انواع من مختلفه من الملفات، زي ملفات التكست والسي اس في فايلز والاكس ام ال فايلز والجيسون فايلز. وتعاملنا في الكورس بفضل الله مع 5 انواع من قواعد البيانات المختلفه، اللي هي الماي اس كيو ال، البوست جري اس كيو ال، والاس كيو ال سيرفر كريليشن داتابيز المعتاده. واخدنا من قواعد البيانات الحديثه الفاير بيز وربطنا بها مع البايثون، واخدنا كمان قواعد بيانات خاصه بالبيج داتا او البيانات الضخمه اللي هي الاورينت داتابيز. وكلهم عملنا عليهم بروجكتس، اخر ما بنشرحهم كل واحده بيبقى فيها عليها بروجكت كامل، كراد اوبريشنز اللي هي الاضافه والتعديل والحذف والبحث، كل العمليات عليهم باذن الله. وتوجنا الشغل كله في اخر الكورس بكراد اوبريشنز برضو، بس من خلال الاي بي ايز، يعني احنا اللي انشانا المره دي الاي بي اي والريست فول اي بي اي عشان تبقى جاهزه لتطبيقات الويب او تطبيقات الموبايل، ان هي تقدر تتواصل مع الشغل اللي احنا عملناه. والكورس هتلاقوه مقسم الى 12 جزء ان شاء الله، تمام. الكورس كله موجود مجانا اللي عايز يستفيد منه، وما تنسوناش من صالح الدعاء. المستوى الثالث ان شاء الله اللي احنا بنقدمه دوره متخصصه في بناء تطبيقات الويب وتطبيقات البيانات، او على تطبيقات البيانات الضخمه، اللي هو ويب وموبايل فور بيج داتا ابلكيشنز يوزنج بايثون، هنسميه ليفل A، تمام. هو المستوى الثالث عندنا في مستويات البايثون، لكن هو ليفل A. الخطه ان شاء الله ان احنا هنقدم تطبيقات الويب والموبايل على تطبيقات البيانات الضخمه ديت على 3 مستويات، مستوى A وB وC. المستوى A هيبدا ان شاء الله يوم 29/1/2021، تمام، يوم الجمعه الساعه 8 مساء، دي المحاضره التعريفيه، وطبعا بنحدد فيها طبعا المواعيد اللي بتناسب اغلب الناس اللي بتبقى دايما مسائي. وهيكون طبعا مختص كله، المستوى دوت مختص كله بالالمام بادوات البيج داتا ابلكيشنز سواء كانت ويب او موبايل. وهيكون في اخر الدوره في بروجكت كراد اوبريشنز بكل الادوات اللي احنا هنتعامل من خلالها، اللي هي ادوات طبعا البيج داتا اللي هي كلها هتبقى مبنيه طبعا على البايثون، اللي هي عباره عن قواعد بيانات خاصه بالبيج داتا زي الاوري داتابيز وزي الهايف. والانجن بتاعنا هيكون ان شاء الله على باي سبارك عشان يقدر يعالج طبعا حجم البيانات الضخمه، مش هينفع نشتغل بمعالج ابسط من كده. والفرونت اند بتاعتنا هنبنيها سواء للويب او الموبايل، هنبنيها كلها اوراكل جيت من شركه اوراكل يعني. وده هيبقى المستوى الاول، نوصل بيه للمستوى دوت ونتملك الادوات. مستوى بي ان شاء الله هيبقى فقط مشروع واحد متكامل بس، من خلال طبعا هيبقى متاح طبعا للناس اللي اتعلمت الادوات اللي هي في المستوى ايه، لانه هيبقى مستوى تاني يعني ريليتد او المستوى الاولاني، ويبقى متاح طبعا اللي يتعلم بس معنى المستوى ايه يعني. اما المستوى سي ده هيبقى عباره عن ورك شوب زي ما طلبت الشباب اللي كانوا موجودين معانا، هيبقى ورك شوب الطلبه هتقسم فيه مجموعات، وكل منهم بينشئ مشروع متكامل وباشراف ومتابعه، وهيكون ان شاء الله مشروع واقعي باذن الله. يبقى احنا كده في المستوى الثالث اللي احنا سميناه المستوى ايه في تطبيقات البيج داتا. المستوى الثالث دوت ان شاء الله اللي هو الويب والموبايل ابلكيشن للبيج داتا ابس، هو اللي هنبداه يوم 29/1/2021، مجاني ومدفوع لمن يستطيع الدفع، يعني اللي يقدر يدفع بيشترك اهلا بيه، واللي ما يقدرش برضه اهلا بيه عادي،
زي ما عملنا في المستويات السابقة قبل كده. اشوفكم على خير، وما تنسوناش ان شاء الله بصالح دعائكم، وما تنسوش توصلوا الفيديو والدورة كلها للي يقدر للي فعلا ممكن يستفيد منها لتعميم الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.